حقيقة أنا سعيد جدا بوجودكم، وبدي أحكي بالمختصر المفيد وأطمنكم بأنه إحنا كجامعة لن ندخر جهدا حتى نقدم الخريج المطلوب بالمستوى المطلوب لكم ولغيركم من الشركات داخل وخارج الأردن. حقيقة إحنا بنقيس مستوى خريجينا قبل اللي هو تقديمهم إلى سوق العمل ليكونوا سفراء وخير سفراء لنا. Hi, my name is Helen Zreiqat and I graduated from the American University of Madaba from the marketing department back in 2017. Upon graduating from AUM, I was able to land a job as a marketing officer at ZenHR, and today I'm still with ZenHR, but I'm now the head of lead generation. And I can comfortably say that AUM had a major role in basically my career progression, from the amazing caliber of professors to the wonderful curriculum and to the impeccable environment that AUM offers to its students. هلا انا لما تخرجت من الامريكيه اول شيء I built my confidence, وات ذا سيم تايم كثير ساعدونا من طريقه انه ضلينا نعمل presentations ودكاترتي ما قصروا معي بالمره وكثير بنوا بشخصيتنا. بشكر الكل والجامعه بالتحديد والاخص على هيك تنظيم رائع. واكيد الواحد لما يرجع بعد سنين على الجامعه وخاصه بهيك يوم وظيفه يشوف عم بياخذ عم تعرف على الطلاب والطلاب عم تتعرف على الشركات كاملة وكيف من ناحية توظيف ونعطيهم نصائح إحنا من خبرتنا. الجامعة مش بس إن هي نزلتنا على سوق العمل كصيادلة، بالعكس هي زرعت فينا presentation skills، زرعت فينا academic، زرعت فينا ethics. يعني الجامعة إحنا ممتنين لها بكل حب وخير. حاب أشكر الجامعة على التنظيم الأكثر من الرائع النهاردة الموجود. مرحبا، أنا رانيا الكناني، خريجة صيدلة، تخرجت بشهر 9/2023 من الجامعة الأمريكية، كنت الأولى على دفعتي. جيت اليوم لحتى أحضر الكارير داي وأمثل الشركة اللي بلشت أشتغل فيها، اللي هي شركة براءة لاستشارات براءة الاختراع الصيدلانية. وتجربتي بـ AUM كانت أحلى إشي لأني استفدت من ناحية أكاديمية وبنفس الوقت مهنية.